صحت السكره واجت الفكره، وهلا صايرين كثير مهتمين باجسامنا وكيف بدنا نضعف ونعوض كل شيء اخذناه بفتره العيد. لنا عارف معنا ليا حلو اختصاصيه تغذيه. اهلا وسهلا فيكي ليا. ينعاد عليك. اكلتي بالعيد؟ اكلت كثير بالعيد. ما هيك عن جد كلنا اكلنا، وهلا بصيروا عن جد هيك بتجي الفكره والعالم كثير واعيين على حالهم، لانه فتره العيد بنقول يلا عيد وبيقطع، بس مزبوط. نرجع منوعة بس نعرف كميه الكالوريز يلي اخذناها والكيلوغرامات. اكيد. وبتعرفي يعني دراسيا وين ما كان بالعالم شو اول شيء بالنيو يير ريزولوشن؟ انه نضعف. يعني هيدي مش بس انه كل العالم عندهم اياها، اول شغله بيفكروا فيها انه انا هلا بالسنه الجديده بدي اخسر وزن، بدي اضعف، بدي بلش بالرياضه، وبدي وقف دخان. هول اذا بدك اكثر شيء كنيو يير ريزولوشنز بينعملوا. بس هلا نحن بنتبع هالشيء، بس شو كيف بدنا نتبعه؟ يعني شو اللي صح شو اللي غلط بال 2018؟ لانه بتعرفي في كثير اشياء يمكن بتدرج او بتكون ترند لفتره معينه، بنشوف نحن انه بالسنه الجديده لا بطل بيدرس شيء ثاني او بيدرس شيء ثاني، وليه؟ اذا في مثلا عليها دراسات او ما عليها دراسات. يعني هلا بالفتره الاخيره من سنه لورا كان دارج كثير الديتوكس، مزبوط. هلا ايه. في كمان شيء دارج جديد بال 2018. ايه هلا الدارج جديد كدايت انه نلجا اكثر مش للقصص الفات دايت، يعني بمعنى الدايت اللي بيعملوا خساره وزن سريعه. بالعكس الدايت اللي ربحوا اكوردنج لليو اس نيوز اند ريبورت وورلد ريبورت، هيدي بتعمل ستاتستيك احصاءات باليو اس، بتشوف شو احسن دايت لكل سنه. فنحن بس ليش لكل سنه؟ يعني وين معيار السنه؟ ولا لانه بلشين سنه جديده يا بابي بلش مع معيار السنه؟ وين بيجي بيجيبوا كثير من اخصائيه التغذيه، من الحكمه، من الاخصائيين، بيعملوا هالاجتماع وبيشوفوا، بيعملوا ريتنج لكل السنه اي دايت قدروا او حميه غذائيه العالم اكثر شيء يضعفوا عليها، اكثر شيء استفادوا، ما كانت صعبه. اذا بدك خساره الوزن ضاينت، يعني كانت على المدى الطويل مش مدى القصير بس. أوكي. وبيعملوا ريتنج على الاساس. شو ربح؟ ربح اثنين دايت تنافسوا على المرتبة الأولى. أول دايت اسمه The Dash Diet، يلي هو دايت خصوصا عمل بالأساس للعالم اللي معه ضغط، يلي هو قليل بالملح، فيه خضرة، فيه فواكه، عالي بالألياف، بالبروتيين، اللين بروتين، الهبرة، البروتينات الهبرة. هون بتحس إنه هو الأكل يلي نحن دايما بننصح فيه، يلي هو هالداش دايت. وفي واحد تاني يلي هو الميديترينيان دايت، يعني الدايت تبع اذا بدك المنطقة المتوسطة يلي هي نحن كمان بناكله كثير هون بلبنان، يلي مثل مثلا بتزيد زيت الزيتون، بتاخذ السمك، نوعيه الاكل كمان، بتاخذ الاوميجا 3، مزبوط، الالبان، الاجبان، هيدا اللي موجود الجود فات. الجود فات 100%. هولي اكثر اثنين ربحوا. ليه؟ لانه قدرنا نخسر وزن فيهم، صحيين، ما بيأثروا على الصحة، بيحاربوا الأمراض، وبزيد الوقت كمان أوكي. بس ليا إذا بتجي بتفكري منطقيا، هو هيدا الأكل الصحي وهي هيدي الحياة الصحية بغض النظر إذا عم بعمل دايت ولا لا. مزبوط. يعني هيدا السيستام يلي لازم نمشي عليه، يلي بخلي مثلا مش ضروري ضغط، بخلي جسمنا نظيف من الامراض وبنفس الوقت وزننا متوازن. اكيد مثل ما قلتي ومثل ما قالت، هيك الديتوكس يعني خلص ما بقى دارج. يعني هلا بال 2018 خلصنا الديتوكس والجوسينج، وبدي اعمل عصير ما بعرف شو لاضعف، يعني هون خلصنا من نون الديتوكس. طب ليه ما طلع فاعل؟ نطلع شوي. هو فاعل الديتوكس بس كثير محرومه من اشياء، يعني انت محرومه من اللحم الحمراء اذا عم نحكي ديتوكس الاكل، محرومه من الجلوتين يلي هي ماده بالخبز واشياء، هول الاشياء فيها كثير منافع كمان. اوكي. والاكل الصحي والمثال اذا فينا نقول لازم ناكل كل شيء، مزبوط، ما نحرم حالنا من نوع معين. مزبوط. هلا اكيد في اشياء الدهون المشبعه، اللحوم الحمراء، هول افضل انه يلجا بشكل اقل. اوكي. بس ما بضل بالدايت يعني خصوصي، ما بضل في جسم لازم ديتوكس، جسم ثاني لازم. يعني رغم كل يلي انت عم بتقوليه، الفكره انه لا يطبقوا على كل الاجسام. يعني في اجسام بحاجه لغير نوع دايت، او بحاجه ما بعرف، يمكن البروتين ما يناسبها شيء ثاني. عم بعطي اكزامبل. لا اكيد. هلا اليوم بنشوف كل جسم ونشوف اذا هل انت عم تخسري وزن، عامله بلاتو، عم بتمارسي الرياضه، كيف الستيل دو في تبعك كمان. هالاشياء اكيد بنشوفهم، يعني هالمقاييس بناخذها. بس اجمالا مش يعني غلط نتبع ديتوكس او غلط نتبع شيء، بس انه هيدي على فتره اذا بدك قصيره تكون اكثر، انه عم بتطلع السموم من الجسم وهيك. يعني لفتره بس، فترة مش صغيره، مش بس. مدة
دو في يعني مش مود دو في نتبعها. وكل ما انت ترجع تخبصي بالاكل او بعد الاعياد نلجا ديتوكس ورجعي خبصي ورجعي ديتوكس وبنلجا لشيء يلي اسمه اليويو افكت. يعني بعد الاعياد مش منيح مثلا نعمل ديتوكس بعدين نكمل بالدايت اللي فيك تعملي هيك؟ فيكي ليه؟ لانه بتكوني خبصتي كثير بدك ترجعي شوي شوي على النمط الغذائي الصحي. فيك تبلشي بديتوكس بس بال 2018 ما بقى هالقد درجه قد ما درجه بالسنين اللي قبل. هلا انا بدي احذركم حظوره هات لنلعب لعبه. خير يلا يلا رح بلعب انا. رح اعطيكم نوع دايت نشوف اذا هل منكمل فيه بال 2018 ولا ما منكمل فيه. اوكي هاي بروتين دايت بعده دارج يعني مثل الديكون او مثل الاتكنز للناس اللي بفتشوا عليهم. بس هل رح نضل نتبعه بال 2018 او لا؟ حسب. انا بقول في ناس بتعمل سبور كثير لازم تتبعه. اوكي نربح شيء هلا اذا جاوبته لازم. ايه هلا جايبه بعد الهوا. ما بعرف لا بحس انه اكثر يعني رح يكون الموضوع قايم على نظام غذائي متوازن من كل ال مزبوط. حتى لو كثير حلو اللي جاوبتيه لانه حتى لو كان في رياضيين او بيمارسوا رياضه ما انا بحاجه نحن ناخذ هاي بروتين دايت او نلجا للاتكنز الديكون او حيلا نظام غذائي بشجع البروتين اللي كتير عالي. مننظم منعلي اكيد نسبة البروتين بس بتضل منظمة ضمن غذاء الصحي اللي نحن يعني ربحت. مزبوط يعني ربحت هون زيرو. هلا تاني واحدة يلي هي الكيتوجينيك دايت. الكيتوجينيك دايت كتير درج قبل يلي هو شو؟ بناكل نشويات قليل قليل يعني اذا بدك شوي خالي من النشويات يعني لباستا لبطاطا لرز لخبز لمعجنات لبرغل لكينوا يعني المنيحة أو العاطلة كلهم ما بناخدهم. نلجأ أكتر للدهون المنيحة للبروتيين المنيحة. كتير درج بالسنين منضل متبعينه بال 2018 ولا بطلت موتو؟ بطلت أنا بقول. هلأ هو بطلت بس منيح بس أكيد باعتدال يعني إذا منشيل النشويات منيحة بلا رز وبلا باستا. ايه لا يعني هو بالعكس لا يعني هلا رجعتي اخذتي تعدلتي وان وان نزعتيها بالاخر. لا لا انا عارفه بس هو اللوجيك يعني لا ليك ليه اللي ما بنلجا له؟ لانه الدماغ تيقدر يفكر بده هالجلوكوز او هالسكر يلي هو الطاقه اللي بيجيبها من النشويات. اذا خليت هيدي الشغله بتاثر صحيا بتاثر على قد ايه انت فيك تركزي بتاثر انه تبطئ لك الميتابوليزم وخصوصي انه اذا لجأتي له لفتره قصيره ورجعنا اكلنا نشويات ما كان شو بيصير؟ مش بس منزيد الوزن منزيده وأكتر. يعني إذا أنت كان وزنك 80 ما بترجع على 80 بترجع 82 خلص الغية لحال 84 85 لحال الطريقة بقى. لا لا 2018 ما بقى نتبع الكيتوجينيك دايت. من بعده جلوتين فري دايت. جلوتين فري للمشاهدين يلي هو كتير درج صرنا نشوف كتير جلوتين فري برودكتس جلوتين فري دايت بس في منهم بيتضايقوا لان عندهم مزبوط للي عنده الرجي هدايا غير شيء بيبقوا اسمهم يا انتوليرنس على الجلوتين يلي هي الماده الموجوده اكثر شيء بالخبز وبالقمح يعني تنقول للمشاهدين او بيكون عندهم شيء اسمه السيلياك ديزيز يلي هو مرض ما بيتحمل هيدا الشيء بنكتشفه مبكرا. بس يلي لا منتبع جلوتين فري دايت لانه درج كثير بال 2017 منتبعه ب 18 جاوبي لا لازم لا لا كمان. اوكي برافو لانه مجرد ما عم بتقولي انه هلا بال 2018 رجعنا على التوازن بالدايت وفيه تقريبا كل انواع الاكل سو ما لازم يكون في جلوتين فري. جلوتين فري يعني عادي اذا انا ما اذا انا بتحمل الجلوتين وما عندي مشكل ما انا مشكل اخذ خبز جلوتين عادي فيه ما انا مشكل اخذ النخاله الشوفين اي نوع خبز بس مش بحرمهم يعني مش بشيلهم بلغيهم من الدايت. انا بدي اخذ كل شيء يعني ما انا اذا ما عندي مشكله يعني جهاز الهضم منيح ما عندي نفخه ما بنزعج ما عندي الرجي ما عندي الرجي او انتوليرانس على شيء ما عندي مشكل انه اكون عم باخذ اوكي جلوتين فري. بس قبل ما نكفي المشاهد اللي عم نشوفها من شوي شفنا صوره للفواكه يمكن فيها سكر خفيف مزبوط اللي هن شو او خضره فواكه لا هون بالصور اللي قطعتهم هن الصور يلي كيف النظام الغذائي لازم يكون. لازم يكون فيه الاسماك الخضره والفواكه البروتينات النشويات المنيحه يلي هي القمح الكامله. هون عم نشوف اذا بدك بالصوره كيف فينا نبلش اذا بدك نكتب ريزولوشنز يعني شو بدنا نعمل. ما فيك اليوم انت بريزولوشن تقولي بدي اعمل 20 شغله لا بدنا نقيد اول الاولويات
اوكي خلصناها دون، نجي للثانيه، يعني ما بدنا نكون لانه اذا كله مع بعضه رح تكون شوي صعبه علينا انه نغير دغري نظامنا الغذائي، ومنقول شوف شلنا اول جمعتين ثلاثه منبلش ومنبلش شوي شوي لورا. يا ريت منضايق جمعتين ثلاثه، ما هيك لازم نحن نمشي ستيب لقدام. هلا بعد عندي باللعبه الحزازير لكم شيء كثير مهم. حضرتك ما حدا سبقك عليها. خلي التفاح شو رايكم فيه؟ كثير منيح. منيح. بضاعف؟ بعتقد ما في شيء بضاعف وبضاعف، في نظام غذائي يعني. او بضاعف او اوكي لا. لانه كان بال 2017 نقول انه خلي التفاح على الريق الصبح او الصبح، او غليه بمي او حطيه بمي مسقعه على الريق وبعدين كملي نهارك، او بتاخذيه قبل الاكل. هل شيء بضاعف او لا؟ اوكي مثل ما قلتوا خلي التفاح كثير منيح، كثير في عنده منافع، نحطه على السلطه، نستخدمه بالاكل، نستبدله عن الزيت اذا بدك هيك كمان تنشيل الوحدات الحراريه يلي منا بحاجه كثير لها، بس ما بضعف يعني لا اذا اخذناه على ما بيحرق فات، ما بيحرق فات، ما له اي علاقه. يعني الدراسات فرجت انه ما له اي علاقه بخساره الوزن. بقى بليز خلص يعني ما في شيء بيحرق فات، ما بتحرق فات ولا بضعف، ولا انه بصيروا يقولوا لك مبلا لانه بدها تشيل النفخه، لانه بدها تزعج، لانه بتشيل الدهون منطقه على البطن. هول الكليمز انعملوا بال 2017 ولازم نعرف انه بال 2017 الزنجبيل والقرفه كمان اللي عم بينسمع كثير، الزنجبيل كثير حلو اللي قلتي انه بال 2018 رح نكون عم نركز على ثلاث اشياء اكثر شيء بالبهارات. الزنجبيل اول وحده، الزعتر ثاني، رح تستغربوا انه رجعنا على الزعتر. لا يعني ولا ما قطعنا الزعتر. اوكي يعني هيدي شغله كثير مهمه انه رجعنا على الزعتر، بس كثير مهم نشير للمشاهدين الزعتر افضل نجيبه بلا سمسم، لانه سمسم كل ملعقه صغيره قد ابعد خبز يعني مور اور لس شوي هيك. عندي كمان التورمريك اللي هو الكركم، سامعين على الكركم يلي مثل عقده الصفرة. شو قديمه ايه. رجعنا على القديم، يعني الكركم والزنجبيل والزعتر هن اذا بدك السوبر فودز او الاشياء اللي اكثر شيء رح ندخلهم بال 2018. أوكي. يعني طلعنا من بقيه الاشياء، هولي اذا بدك الاشياء اللي رح نركز عليها، لانه بالنسبه لهم هولي مضادات للانفلاميشن، يعني مضادات للالتهابات، لكل شيء انفكشنز، منيح للصحه. بس كمان برجع بشير للمشاهدين ما بيضعفوا، مش اذا اخذنا زعتر ضعفنا، او اخذنا زنجبيل خف وزننا. لا اكيد هون عم نلجا لشيء صحي اكثر، اكيد بنساعد بس ما بنكون عم نضعف. اوكي اوكي شو خلص وقتنا. خلص وقتنا، فينا نحكي شغلتين على السريع بعد. على السريع يلا. بس كان بدي اقول للسنه 2018 الاشياء رح تكون دارجه البروبايوتكس. حكينا كثير يمكن على البروبايوتكس قد ايه منيح للجهاز الهضمي، لانه هي البكتيريا اللي بالمصران المنيحه. بنلاقي بروبايوتكس باللبن وبالمشتقات الحليب. بال 2018 رح نبلش ندخل بروبايوتكس بغير اشياء ولا مره شفناها، مثل العصير، مثل الاشياء الجوسز الكانز. ليه؟ لانه بلشنا نعرف اهميه البروبايوتكس، بقى قررنا انه ندخلها بكثير ماكولات غير لتكون اذا بدك اكثر بنظامنا الغذائي. شغله ثانيه يلي هي كل شيء اذا بدك لحمه، بس مش لحمه معموله من الخضره. اوكي هالدرجه هذيك السنه، وبرضه رح نضل متابعينها بال 2018، مثل برجر مثلا معموله من سبانخ، من كوسه، يعني تنبعد اذا بدك اكثر عن اللحمه ونلجا اكثر للخضره. وبيبقى عنا هذه لانه سالوني عنها كمان قبل ما اجي، اللي هي السويتنر او السكر المحلي. شو احسن شيء لل 2018؟ بعدنا متبعين لستيفيا، كانت بال 2017 اللي هي ناتشرال سويتنر او ناتشرال سكر محلي، ورح نضل نتبعها لل 2018. اوكي ليا حلو، اهلا وسهلا فيك، ميرسي لحضورك معنا، بنتمنى لك سنه حلوه صحيه. اهلا وسهلا، ميرسي. بريك وبنرجع.